السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، معكم أحمد يوسف من قناة How to Excel. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح إزاي نقدر نحمي المعادلات بتاعتنا في الإكسل من خلال طريقتين، إما عن طريق الإكسل نفسه أو عن طريق كود في صفحة الفيجوال بيزك الخاصة بالإكسل. لو أنا عندي وليكن يومية شركة زي الشيت الحالي، وعندي ميزان مراجعة بقوم بالترحيل في الحركات الخاصة خلال العام، فأنا عاوز أحمي الجزء الخاص والمهم بميزان المراجعة من إن أي حد يقدر يعدل فيه سواء معادلات أو يكتب فيه أرقام. شيء مهم جدا علشان نبدأ نفهم طريقة الإكسل في غلق الخلايا، إن الحالة العملية لأي خلية في الإكسل لو ضغطنا كنترول واحد فورمات سيل، هنلاحظ عندنا بروتكشن، هنلاقي ان الستيتس بتاعتها ان هي خلية مغلقة. وقاعدة اساسية في الاكسل ان انا لو عملت بروتكت شيت من خلال فورمات بروتكت شيت وكتبت الباسورد الخاص بغلق الخلايا، وليكن 1 2 3 1 2 3، هنلاحظ حاجة مهمة جدا ان الاكسل بدأ في إغلاق جميع الخلايا الخاصة بالشيت من التعديل. وده راجع لإيه؟ راجع إلى إن كل الخلايا الحالة الافتراضية بتاعتها إن هي خلايا مغلقة. فمن خلال الجزء ده هنبدأ نفهم الجزء الخاص بإن إحنا نفصل ما بين الخلايا اللي إحنا عاوزين نقفلها والخلايا اللي إحنا عاوزين نقدر نكتب فيها. نرجع الشيت زي ما كان. الخطوة الأولى علشان نبدأ نعمل الجزء ده خلايا مغلقة، بحيث إن أنا لو عملت بروتكت شيت أقدر أقفله من التعديل أو أحميه من أي حد يقدر يعدل عليه، إن أنا أضغط كنترول A أعمل سيلكت أول، وبعد كده من خلال فورمات وأغير الستيتوس بتاعت الخلايا كلها الخاصة بالشيت إلى خلايا غير مغلقة. ياريت الناس تركز معايا كويس لان الجزء ده مهم جدا في الفيديو. بعد كده هبدأ اعمل سيلكت على الجزء اللي انا عاوز احميه، واعمله خلايا مغلقة. انا كده عملت ايه؟ انا كده قلت للإكسل لما انا هعمل بروتكت شيت ابدأ احمي لي الجزء الخاص بميزان المراجعة، وسيب منطلق الحرية للاستخدام للخلايا الغير مغلقة. تعال نشوف مع بعض كده. فورمات بروتكت شيت 1 2 3 1 2 3، هنحاول ان احنا نعمل ايديت، مفيش بروتكت. لو عملنا هنا ايديت مفيش اي مشكلة. هنلاحظ عندي هنا ان انا بقدر اقف على الخلية واعرف المعادلة الخاص بيها او اعرف المحتوى بتاع الخلية، لكن انا عاوز اعمل حماية للجزء ده بحيث ان محدش يقدر يقف على اي خلية. وده بمنتهى البساطة من خلال الاوبشن. لو انا قررت عملية الاغلاق تاني، هلاحظ عندي هنا allow all user of this worksheet to select locked cell، لان انا بسمح للمستخدم ان هو يقدر يعمل select على الخلايا المغلقة ولا لا. فبكل سهولة ان انا بشيل الاوبشن ده، وبعد كده بقوم بغلق مرة تانية. هلاحظ عندي هنا ان الاكسل اللي بدأ في غلق الجزء ده بحيث ان انا ما اقدرش اعمل عليه سيلكت. طبعا الجزء ده عادي زي ما هو، بس الجزء ده كأنه كتلة واحدة محدش يقدر يعرف محتوى الخلية. عيب الطريقة دي ان الاكسل بيبدأ ان هو يعمل عملية اغلاق للقايمة الرئيسية، وبكده اضطرينا ان احنا نكتشف طريقة اخرى، وهي عن طريق كود في الفيجوال بيزك يقوم بغلق الجزء الخاص بالمعادلات
مع إتاحة استخدام القائمة الرئيسية، وده من خلال الكود اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا معانا. هنبدأ نضغط على Alt F11، هتظهر عندي الشاشة الخاصة بالفيجوال بيزيك. هنختار منها الشيت اللي احنا عاوزين نحمي فيه المعادلات، وليكن هو ميزان المراجعة، ونعمل عليه دبل كليك. وهنختار من General Worksheet، وبعد كده هنبدأ في نقل الكود الخاص بتاعنا. وهندوز سيف، نرجع للشيب بتاعنا. هنلاحظ ان الجزء اللي مفهوش، ان الجزء اللي فيه معادلات ما بقدرش اقف عليه او اعمل عليه اي تعديل، وبالتالي الكود الخاص بتاعنا هو خاص بالخلايا اللي فيها معادلات فقط، اي قيم اخرى مش هتكون محمية. وهنلاحظ ان القائمة بتاعتنا نقدر نستخدمها تاني بشكل عادي جدا. ولا تنسوا دائما ابدا اي كود لازم نعمل سيف للشيت بتاعنا، لو ضغطنا على F12 نعمل سيف از اكسل ماكرو نيبل ورك بوك، عشان الكود بتاعنا نقدر نستخدمه دايما بعد كده. تم رفع الكود على ميديا فاير، ولينك التحميل اسفل الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا الخاص بحماية المعادلات. لا تنسوا دائما وابدا متابعة القناة الخاصة بنا على اليوتيوب للمزيد من الفيديوهات في المستقبل القريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.